عطيه دابا القرص بعدا ديال البطاطا. القرص ديال البطاطا نعم حتى هو مزيان كيديروا السيدات اليوم ليله العواشر. عندنا فيه جوج بطاطا مسلوقين. جوج بطاطا مسلوقين. مسلوقين، جوج بيضات. كاس تاع السنيدة. كاس ديال السنيدة. كاس تاع الزيت. كاس الزيت. جوج كيسان ديال الحليب. جوج كيسان ديال الحليب. وواحد فاني. واحد فاني. واحد خمارة. واحد خمارة. وخميرة تاع الدار. ودقيق على حسب الخليط. كنسلقو ديك البطاطا. نعم. وكنديرها في خلاط كهربائي. وكنزيدو ليها المكونات كاملين، البيض والسنيدة والزيت والحليب. وكنطربوها مزيان تنطحنوها. نعم. نحيدوها من الخلاط وكنبداو نزيدو ليها الدقيق شوية بشوية. وما كنتقلوش العجينة، كتكون شوية خفيفة بحال ديال الشفنج. نعم. باش يجي داك القرص يجي شوية رطب. صافي ملي كتجمع لينا كنزيدو الخميرة تاع الدار والخميرة ديال الحلوى. إييه. وكنغطيوها شوية ترتاح. صافي وكندهنو يدينا بالزيت وكنديرو كويرات يكونو شوية كبار. كنحطوهم في الطاوة تنرتاحو. اللي بغا يزيد الجنجلان يزيدو، مبغاش يخدم عاديين. وكنديرو ليهم شوية ديال الطحين، شوية ديال البيض من الفوق والجنجلان وندخلوهم الفران. نعم. وبصحة وراحة وكيجي زوين. الله يعطيك الصحة. غير باش نذكرك بطنجي أنك عطيتيها لنا، فيها كيلو ديال اللحم ياك، شوية ديال الملحة، خمسة الفصوص ديال الثوم، زعفران قلتي حر نرقدوه، نص حامضة مصيرة، معلقة صغيرة ديال السمن ياك، معلقة كبيرة ديال الكمون، وكاس مخلط بين زيت بلدية وزيت رومية. صافي هي هادي ياك. نعم. أنا نعطيك الغريبة. غريبة. شنو نعطيك الغريبة ولا الحرشة؟ اللي بغيتي. أنا نعطيك الغريبة. عرفتي شنو ناخذوا الحرشة غدا صباح العيد، الناس كيبغيو يصوبوها. هادي الحرشة هادي غير بالياغورت هادي. حرشة بالياغورت. بالياغورت. عندنا ثلاثة كيسان ديال الياغورت. ثلاثة كيسان ياغورت. فاني. فاني. كاس تاع الزيت. فان قلتي كاس الزيت. كاس تاع الزيت، كاس تاع السنيدة. كاس السنيدة. وجوج خمارات. جوج خمارات. هي السميدة على حسب الخليط. سميدة. على حسب الخليط. على حسب الخليط. كنطربو السنيدة مع الزيت مزيان. وكنزيدو داك الياغورت، وحنا كنطربو غير بالفوي ويدينا مزيان. وكنبداو نزيدو السميدة بشوية بشوية، راه ما كتسهلش تنسكيلو ما كاملش، لأن خصها تكون خفيفة. ها قلتي كنطربو كاس الزيت مع كاس تاع السنيدة. لا كاس ديال الياغورت مع سنيدة ياك. لا الزيت مع سنيدة هما الأولين. الزيت مع سنيدة هما الأولين. كنطربو مزيان بالفوي ويدينا مزيان، عاد كنزيدو الياغورت، دوك ثلاثة ديال الياغورت، وحنا كنطربوهم ونزيدو السميدة بشوية بشوية، ما نتقلوهاش، يعني باش كتجي رطبة وشيشة بلا ما تقيوها. وكنزيدو دوك جوج خمارات. صافي ملي كنطربوهم كندهنو المول ديالنا مزيان وندخلوها الفران. نعم. عارف بالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة. كتجي هشيشة ياك. كتجي هشيشة هادي. نعم. ان شاء الله نجربوها. غادي ناخذ معنا ام بدر وان شاء الله نخليو البني فيما بعد. الله يخطيك. شكرا لك لاله مليكة، وتحية لك وتحية لكل المتابعين الاوفياء.